السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام بفخر واعتزاز شيعت هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء كوكبة من شهدائها اللي ارتقوا في أحداث المنطقة الخضراء، مؤكدة الهيئة أنها في الوقت الذي تمضي فيه بزف هذه الكوكبة فإن دماء الشهداء وتضحيات الشجعان ستبقى سدا منيعا تحمي أرواح العراقيين بمختلف تنوعهم وانتماءاتهم بعد انتهاء الأحداث اللي شهدناها بالمنطقة الخضراء خلال هاي الأيام الماضية، وردود الأفعال اللي جاءت على إثرها كانت محل ترحيب من قبل الفرقاء السياسيين كونها أسهمت بإخماد الفتنة اللي كادت أن تطيح بأبناء البلد، لكن من بينها جاءت إحدى الخطوات غير مدروسة مثل ما وصفها المراقبون، ألا وهي خلو منصب رئاسة الوزراء كرد فعل لاستمرار الفوضى. لكن أصحاب الاختصاص بالقانون يشوفون هذا الرأي غير دستوري وغير مطابق لمواد القانون العراقي، بالتالي وضعت على استقالة السيد الكاظم علامات استفهام حول مدى توافقها مع القانون. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، بعد كل التحركات اللي شاهدناها والفتنة اللي وصلت قاب قوسين أو أدنى من مقتربات إنهاء النظام السياسي في البلد، حتى تعالت أصوات المواطنين بالتدخل لإنقاذهم من لهب الفتنة ونيرانها، دخل البلد في حالة انذار كبيرة، خصوصا وأن الأقلام المأجورة صارت تتخذ من الأحداث فريسة والسير في طريق التحريض، لكن ما استمرت 24 ساعة حتى انطلقت أصوات الحكمة تخرس أفواه المتربصين وقطعت عنهم طريق استمرار هاي الفتنة. إذن مشاهدينا الأحبة، هذين الملفين المهمين راح نناقشهم في حلقتنا لهذا اليوم من حصاد الأيام مع ضيوف الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. إعلان خلو المنصب من قبل رئيس الوزراء المنتهي ولايته يراه المتخصصون من جنب قانوني أنه قرار غير خاضع للقانون، كون القانون وفق مواد الدستورية يتيح خلو المنصب فقط للحكومة كاملة الصلاحيات، أما الحكومة الحالية فهي حكومة تصريف الأعمال، يعني غير مشمولة بهذه المادة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف بعد مشاهدة تقرير الزميل نهى الشمري. على وقع ليلة سوداء مرت على البلاد كادت أن تصل بها إلى ساعة الصفر لما جاء فيها من اشتباكات وسيل الدماء، لكن ما إن مرت 24 ساعة حتى وئدت الفتنة بخطاب وجه لانسحاب المعتصمين من أماكنهم. فعلى إثر ذلك الهرج الذي حل بالبلد جاءت ردود الأفعال بما يتناسب مع الوضع الراهن، لكن ما عد خارجا عن مسار القانون بحسب المتخصصين هو استقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ففي كلمته المعلنة ذكر الكاظمي بخلو المنصب في حال استمرت الفوضى والصراع كخطوة أخلاقية ووطنية تجاه أبناء بلده، لكن أصحاب الاختصاص لم يمرروا ذلك الخطاب مرور الكرام لما رأوا به من مخالفات قانونية. فخلو المنصب وفق المادة 81 تختص برئيس الوزراء الذي يتمتع بصلاحيات كاملة وليس منتهي الولاية كما هو حال رئيس الوزراء الحالي لحكومة تصريف الأعمال، كما فند مراقبون موقفه الوطني الذي وصفه لنفسه عندما تخلى شخصه كقائد عام للقوات المسلحة من واجبه الحقيقي بدرء الفتنة، قائلين إن الكاظمي لم يؤدي دوره الحقيقي بوظيفته، واصفين استقالته هروبا من المسؤولية التي تلاحقه. فالاستقالة وخلو المنصب يرفضها القانون كونها تطرح لأسباب كالعجز الصحي أو أسباب مشابهة وما تتبعها من إجراءات قانونية، إذ لا بد أن يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند تحقيق ذلك وفق المادة المذكورة. وفي حال الإصرار للقفز على مواد القانون فللإدعاء العام صلاحية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أعمال الوظيفة الملقاة على عاتقه وفقا لأحكام المادة 364 والمادة 365 من قانون العقوبات. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور عادل هلالي عضو تحالف فتحية أقرأ دكتور كريم حضرتك، ورحب بي الدكتور وائل البياتي أستاذ القانون في الجامعة المستنصرية، حياك الله دكتور ضيفا كريما.
أبدأ مع حضرتك دكتور عائد، نتحدث عن الأزمة السياسية. عبرناها بخطوة، ولكن البيانات اللي خرجت من القادة السياسيين وقادة الرئاسات، السيد العامري له بيان، المالكي له بيان، الحلبوسي له بيان، ولكن نتوقف عند بيان السيد الكاظمي. يعني هل تقرأ فيه تهديد بالخروج من رئاسة الوزراء في حال لم يتم حل الموضوع؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم استاذ احمد ولضيف الكريم، قناتكم الموقره والمشاهدين الاعزاء. حقيقه مثل ما تفضل جنابك، احنا الازمه عبرناها، لكن عبرناها بمصطلح السلام الهش. انه لا يوجد لدينا الان سلام بالمعنى المطلق اللي ممكن ان نعول عليه وان نقول نحن قد تجاوزنا الازمه وممكن ان نمضي الى امر اخر. طيب، يعني اليوم التغريدات المستفزه لمحمد صالح العراقي ما كان يفترض ان تنزل. يعني احنا الان يعني لازلنا نداوي جراحنا، لا زال الدم غير جاف يعني إلى الآن موجود. فالموضوع يظهر بهذا الشكل وبهذا التشنج، حتى وأن بدرت من الأخوة الإطاريين شيء من هذا القبيل، يفترض أن لا يكون هنالك تصعيد. التصعيد خطير أستاذ أحمد، التصعيد يعني أرق الشارع، يعني عادت الأمور إلى المربع الأول، وكأنه الليلة 29 على 30، هذه الليلة الدهماء واللي عشنا تفاصيلها بشكل مخيف جدا، قد عادت الى الوجود اليوم. فالشارع اليوم يترقب عاده الوجود. كيف يعني احنا ما دخلنا موضوعنا بعد، يعني تتوقع راح ورقه الشارع يتم استخدامها؟ هي المشكله بالضبط، هي المشكله وين؟ احنا من سماحه السيد من اعلن عن سحب المتظاهرين وادان كل التصرفات والافعال اللي حصلت في تلك الليله، يفترض ان تكون بدت صفحه جديده، يفترض ان تكون هنالك صفحه جديده وان تكون هنالك طاوله لتوقيع جميع الشركاء السياسيين على ميثاق وطني، انه عمليه استخدام السلاح لكل قوى الدوله الامنيه او العشائر او الاحزاب او المكونات، كل من يمتلك سلاح، استخدام السلاح الا ضد عدو خارجي، اما ان يحمل السلاح ويستخدم ضد ابناء البلد هذا امر مرفوض، لا من قبل فصائل ولا من قبل ميليشيات ولا من قبل عشائر ولا من قبل قوات الأمنية. يجب أن يوقع هذا الميثاق وبالتالي نذهب إلى أمور أخرى. أما جناب السيد رئيس الوزراء المحترم يهدد بأنه سوف يتخلى عن المنصب، يا أخي تخلى عن المنصب وهو شنو اللي باقي؟ يعني أنت شنو اللي عاجبك الآن بالمنصب؟ سيارة تنقلب لو قطار فارغونة من عنده تنقلب في أي دولة من دول العالم تستقيل الحكومة، يا أخي الحكومة وين؟ يعني الحكومة شنو دورها؟ الحكومة دورها الحفاظ على مؤسسات الدولة. الحكومة دورها أن تحمي المواطن. أنت خلال فترة السنتين أدخلت البلد في يعني أكثر من نفق مظلم، قبل يومين كانت كارثة موجودة. زين دورك أنت وين؟ يا أخي استقيل، أطلع، خلي يجي واحد بمكانك، خلي يقول يابا أنا بالنسبة لي ما أقدر، هذا الموضوع خارج عن سيطرة. إذا صار ونحن ننتظر ذا يصير يعني مثلا كارثة، هذا خطاب مو صحيح. التهدئة يعني اليوم الحاج العامري يقسم عليهم بمصاب الحسين انه لا تصعدون اخوان، لا تصعدون، انتوا وين ماخذين البلد؟ يعني اخوان وقعوا على اتفاقيه، وقعوا على ميثاق، شلون ما تريدون تسوون سووا بغض النظر عن الحكم، بس وقعوا على ميثاق انه عدم استخدام السلاح. السلاح هذا المنفلت الان اللي قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا تنطلق من كافه مناطق بغداد وتسقط بدون تحديد. يعني الناس عاشت في رعب يا استاذ احمد. فبالتالي اول شيء قبل الحكومه وقبل الاتفاقات ان نوقع ميثاق شرف انه لا يجوز استخدام السلاح، كان من يكون ومن يستخدم السلاح ضد ابناء الشعب سوف تكون له كان يكون عقوبه الخيانه العظمى او الجريمه الكبرى. يعني دكتور واجد ترحب بحضرتك، يعني كون قائد راي لطالما نرى بانه هنالك بعض الاراء القانونيه والمتصله بالشان السياسي تبدي هذه الآراء والقواعد القانونية على منصات حضرتك الشخصية، بالتالي بصراحة تكون هذه أيضا مادة إعلامية لنا عندما يكون رئيس الوزراء في خطابه الذي يدعو فيه إلى الحوار بين الأطراف، هنالك لربما سقطت لسان أو ورد سهوا، ولكن القانون لا يعرف السهو، يحلل كل المضمون. ما تحليل المضمون في هذا الخطاب من وجهة نظر حضرتك؟ في البدء أحييك وأحيي ضيفك الكريم مشاهدي القناة الكرام، حياك. ما ذهب إليه السيد رئيس مجلس الوزراء في التهديد بالاستقالة في حال عدم الوصول إلى حل
بين الكتل السياسية للخروج من الأزمة الحالية والتوافق على مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد ينظر له من عدة اتجاهات. من ناحية الدستورية أنا أعتقد أن المشرع الدستوري في حينها لم يكن في باله أن هناك رئيس حكومة تصريف أعمال سيهدد بالاستقالة، ذلك أنه عندما نظم المسألة في المادة 81 من الدستور نظمها على أساس أن من يستقيل هو رئيس وزراء كامل الصلاحية، على اعتبار أن حكومة تصريف الأعمال بطبيعتها ينبغي أن لا تمتد إلى مدة طويلة كما هو حال في الوضع الحالي في العراق، أي وصلنا إلى ما يقارب 10 أشهر. لذلك نجد أن مشرع الدستور ذهب إلى أن يحل الرئيس رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء المستقيل، ثم بعد ذلك في ظرف 15 يوما يقوم بتكليف مرشح آخر من الكتلة النيابية الأكبر. لكن في ظل حكومة تصريف الأعمال المجلس النيابي الموجود حاليا لا علاقة له لا في الحكومة الحالية ولا في الرئيس الجمهورية الموجود، لذلك نجد أن المحكمة الاتحادية ذهبت إلى عدم جواز ممارسة الرقابة السياسية على الحكومة الحالية على اعتبار أن هذه الحكومة هي ليست نتاج المجلس، وبالتالي المشرع الدستوري لم يعالج هذه المسألة. صحيح أن مسألة انسحاب رئيس الجمهورية انسحاب رئيس الوزراء من أداء مهامه تعتبر مثلبة في الجانب السياسي وأيضا مثلبة في الجانب القانوني، إلا أنها لا يترتب عليها جزاء في هذه الحالة. كل ما سيحصل أن رئيس الجمهورية الحالي سيبقى هو من يمارس مهام رئيس تصريف الأعمال أو يعد إلى هذه المسألة إلى أحد الوزراء أو نواب رئيس مجلس الوزراء، هذا من الناحية القانونية الصرفة. طيب أيضا دكتور عادل هلالي أثار نقطة في غاية الأهمية حول دعوات التهدئة، الصمت الإعلامي، مراعاة الوضع أو التوقيت الزماني لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، صمتا سياسيا صمتا إعلاميا بينما يتم يعني سلك مسالك دبلوماسية، فتح مسارات حوار بين الفرقاء السياسيين، كيف تنظر إلى هذه البادرة؟ هذه المبادرة على قدر كبير من الأهمية. نحن نعلم أنه النطاق القانوني لدينا نقص تشريعي فيما يتعلق بضبط الفضاء الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي. نحن لدينا فيما يتعلق مؤسسات الإعلامية يوجد هيئة الإعلام والاتصالات تراقب بشكل كبير كل ما يتعلق ممارسة هذه الوظائف من قبل القنوات الإعلامية أو الإذاعات، لكن في الفضاء الاجتماعي حيث أنها شركات خاصة ليست منشئة في العراق وإنما من قبل دول أجنبية، مسألة المراقبة ضعيفة. نحتاج إلى تفعيل هذه المبادرة لا فقط على الجانب السياسي وإشاعة هذه المسألة، نحتاج إلى إشاعة خطاب السلام في منصات التواصل الاجتماعي من خلال التثقيف، من خلال التعريف، ومن خلال تجنب ما يعرف بخطاب الكراهية. نحن طيلة الأشهر الماضية شهدنا تصاعدا كبيرا في خطاب الكراهية على مستوى الصعد، وصل إلى حد الأسرة الواحدة، وهذا ينذر بتفكيك كبير للمجتمع. نحتاج الإضافة إلى الجانب السياسي العمل على تشريع نظام قانوني ينظم لنا كل ما يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي. طيب يعني أيضا ما جاء في خطاب سيد الكاظمي بأنه ينوه على نزع السلاح المنفلت، أنه يجب أن يكون هنالك اصطفاف مع المواطن ونزع السلاح المنفلت، هل القائد العام للقوات المسلحة في طور توجيه دعوات أم ممارسة الصلاحيات؟ المثل الدارج يقول ذيك الخيل يا فرسان يلا روح، يلا أمامك الساحة وروح انزع السلاح. طيب انت البلد الان اليوم انت تتحدث عن نزع السلاح وما الى ذلك، عن من تنزع السلاح؟ ما البلد الان مهدد ومستباح ومحتل، هنالك الكثير من المساحات يسيطر عليها داعش، وهنالك غياب الشرعيه في مناطق عديده سيطر عليها الولايات المتحده الامريكيه. فالبعض يقول او الكثير من يحمل السلاح يقول التهديد موجود، لكن احنا نريد ننظم عملية السلاح لدى هذه الفصائل، لدى العشائر، لدى أي جهة من الجهات اللي تمتلك سلاح، نريد ننظم آلية امتلاك السلاح وشلون نستخدمه وشنو الظروف اللي ممكن أن تستخدمه. مو واحد يعرس ابنه لو ابنه ناجح يقلب الدنيا قلاب بالسلاح وتاك تاك تاك على شنو؟ هذا الموضوع خطير. هذا اليوم أنا راح أجذر ها
هذه الحالة وهذه الثقافة في نفوس الأجيال اللي موجودة. الأطفال يصير عندها حب ورغبة في اقتناء السلاح واستخدام السلاح وما إلى ذلك. يا سيد الكريم خلينا نوقع ميثاق اليوم. ميثاق مع من؟ يعني هو سرد حتى ونفسه ما عاصم نفسه عن استخدام السلاح، يقول نعم. منذ أكثر من عامين ونحن نبني نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة رغم أن الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا. لا سيد الكريم، عملية حصر السلاح بيد الدولة شعر. أنت اليوم عندك هنالك جهات خارج الحشد الشعبي دخلت في فترة من الفترات إبان الفتوى ولم تنضوي تحت هيئة الحشد الشعبي، وهذه الجهات قد ذهبت إلى الجهاد ومارست دورها بشكل كبير جدا وأدت ما عليها، والآن هي تمتلك سلاحها. هذا شنو يعني سلاحها الشخصي، وهنالك العشائر أتى سلاح شخصي. يجب أن يكون هنالك ميثاق وطني. من يتكون هذا الميثاق الوطني، أو من اللي من الممكن أن يوقع هذا الميثاق الوطني؟ الدولة والفصائل غير المنضوية إلى هيئة الحشد الشعبي، وكذلك العشائر والباقي الآخرين. ممكن أن ينظم بقانون، أعتقد أن الأستاذ واثق ممكن أن يسولف لنا عن قضية استخدام السلاح والقانون والدستور شنو اللي يتحدث به عن هذا الموضوع. هذا الأمر اللي يريده أستاذ أحمد. إحنا اليوم بلدنا مليء بالسلاح ومليء بالعقول القادرة على أن تصنع سلاح. اليوم عملية تصنع السلاح احنا كنا نعتقدها عملية صعبة، اليوم بدينا نصنع مسيرات ونصنع صواريخ والعبوات عندنا أمر طبيعي جدا، فموضوع مو صعب اليوم، ما بات صعب. لكن عملية تقنينة، عملية تنظيمة، عملية حصرة في مكان معين، هذا اللي يريده. أما بهذه الحالة الفوضوية نعم هنالك تهديد ويجب أن يكون لدينا سلاح، لكن عملية تنظيم وضبط السلاح يجب أن تدخل بها فصائل عدة. مو والله السيد رئيس الوزراء قال أنا أريد ما تقدر أخي، ما تقدر. يجب أن تكون لديك قوى ساندة. شفنا بالخضراء شنو اللي صار، شنو الـ 24 الـ 23 والـ 14 شنو، وين احنا وداخل الخضراء؟ زين أنا اللي ما أقدر أحمل قصر الجمهوري وما أقدر أحمل قصر الحكومي وما أقدر أحمل بعثات الدبلوماسية وما طيب. كإجراء قانوني يعني ألا يكون إجراء كافيا دكتور وائل قضية تشكيل لجنة تحقيقية كما أشار رئيس الحكومة بأنه شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين أراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة اللي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل. يعني هذا الإجراء ما راح يكون كافي لردع هكذا ممارسات أو معرفة من كان سببا بها؟ مسألة تشكيل لجنة حكومية تحقيقية عفوا بالجانب الحكومي هي عبارة عن إجراء روتيني، نحن نحتاج إلى إجراءات استثنائية في مثل هكذا حالات. بين ضيفك الكريم مسألة أهمية عدم وجود السلاح بأيدي الأفراد، وهذه تحتاج إلى تفعيل قانون الأسلحة. قانون العراقي يمنع حيازة ما فوق السلاح الخفيف. سابقا قبل تعديل قانون الأسلحة كان أصلا السلاح الأوتوماتيكي يمنع حيازته من قبل قوات الشرطة، كانت قوات الشرطة تستعين تقوم باستعارته من وزارة الدفاع، فقط وزارة الدفاع كانت تملك الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة فما فوق. بعد ذلك تم تعديل القانون خصوصا بعد عام 2003 وأصبح لدينا قوات قتالية مهمة في وزارة الداخلية، تعدل هذا القانون وأصبحت قوات وزارة الداخلية تملك أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة. لكن بما يخص الأفراد لا يجوز حيازة سلاح أكثر من السلاح الخفيف النصف أوتوماتيكي أو الأوتوماتيكي، بخلاف ذلك يعتبر حيازة هذه الأسلحة جريمة وتدخل في جرائم الإرهاب، فيما إذا استخدمت ضد أفراد المجتمع أو إذا استخدمت ضد قوات الأمنية. هذا من جانب. بالتالي دعوة رئيس الوزراء إلى مجرد نزع السلاح هي لا يمكن قبولها من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة. لا ينبغي العمل على جمع السلاح المخالف للقانون، حتى ما يتعلق للسلاح الخفيف غير المرخص أو المحاز عليه بصورة غير قانونية، أي لم يتم شراءه من قبل جهة معتمدة بموجب القانون. هذه كلها تحتاج إجراءات تفعيلية، لا فقط مسألة التحقيق في من المتسبب ومن مرتكب الأفعال، لأن هذا إجراء بديهي ينبغي أن تقوم به الحكومة منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها أو أطلقت فيها الرصاصة الأولى أو نادى أحد بوجوب إطلاق هذه الرصاصة، لأن حتى المنادات هذه بموجب القانون تعتبر من باب التحريض
والمحرض يعتبر شريك يحاسب بنفس جريمة الفاعل، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه الجميع. طيب يعني المرحلة الجديدة دكتور عائد، احنا لما قلنا القفز أصبح قفز هش والمرحلة الجديدة بدأت هشة، بالتالي يعني ما المطلوب في هذه المرحلة؟ احتكام إلى الدستور، أكو نقطة افتراق كانت بين الطرفين حتى نرجع لها، ومن ثم يكون بناء عليها باعتبارها مرتكز أساسي. من أي مرحلة يبدأ التفاوض ومن أي مرحلة يبدأ الحل؟ يعني تعرف حضرتك أشرت إلى أنه قضية التحريض والتغريدات واستخدام السوشيال ميديا وهذا الشحذ والشحن الطائفي والتحريضي لربما يعيد الكرة مرة ومرتين وثلاثة. نعم طبيعي جدا، يعني وفق هذه المعطيات اللي احنا جايين نشوفها الآن على مواقع التواصل الاجتماعي وكل صفحات السوشيال ميديا، نتوقع أنه لربما الموضوع سوف يتحقق بعد قليل. هكذا القراءة اللي موجودة، لأن هنالك قراءات اليوم احنا سمعناها وقريناها، شفنا أنه هنالك أمر خطير جدا يفترض أنه ننتبه إلى هذا الموضوع. هذا جانب. الجانب الآخر أستاذ أحمد، اليوم احنا خلنا نقتنع أنه وصلنا إلى حالة انسداد تام، انسداد سياسي كما يتحدث، انسداد تام بالعملية السياسية. شلون الانسداد تام؟ لأن احنا اليوم صار أكثر من 10 أشهر تقريبا، 10 أشهر ونحن نعاني من عملية واحدة، ألا وهي كيف ممكن أن نجمع الشريكين السياسيين اللي هو الإطار التنسيقي والتيار الصدري، شلون نقدر نجمعهم على طاولة واحدة؟ وعجزنا بالمطلق، عجزنا زين. ولذلك لا تبقى إلا المبادرات التي تأتي من خارج هذا المناخ. طيب يعني احنا كنا نتوقع ولازمنا نتوقع، وما أعرف سبب الإحجام شنو، أنه سيد مسعود برزاني عنده مبادرة، وسيد مسعود برزاني أنا متأكد مؤثر كبير جدا، وتحدث بهذا الموضوع في أكثر من قناة فضائية، ومنذ 10 تحدث بهذا الموضوع منذ عيد رمضان إلى اليوم، ونحن نتحدث عن مبادرة مسعود برزاني. لماذا لم تطلق هذه المبادرة؟ هل يخشى من موت هذه المبادرة كما بأي حصل؟ بأي صفة يتدخل؟ بصفة شريك سياسي؟ أبو التحالف الثلاثي؟ لا لا لا، شريك سياسي مكوناتي؟ شريك سياسي مكوناتي ممكن هو يعني الفكرة. حتى رئاسة الجمهورية لم يعطاها حتى يكون له دور فاعل. لا لا، هو الرجل يعني على اعتبار أنه جاي للعملية السياسية وجاي الشركاء السياسيين أيام المعارضة، ويرتبط معهم بعلاقات وثيقة جدا يعني وتأثير كبير. هذا من باب، من باب آخر هو أيضا شريك بالعملية السياسية، هو رئيس إقليم كردستان وزعيم حزب كبير جدا في إقليم كردستان، فبالتالي عملية إطلاق المبادرة إلى جمع الشركاء السياسيين هذا كان يفترض أن يكون ونخلص من هذا الموضوع، أو لربما يستطيع أن يجنبنا أمور كثيرة جدا. هذا جانب. الجانب الآخر، هنالك مبادرة من الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي، أبدأ استعداده لأن يكون هنالك دور لمصر، أن تلعب دور، مصر تلعب دور كبير جدا في الأزمة العراقية وتقرب وجهات النظر ما بين الشركاء السياسيين، وبالتالي لربما أنه نستطيع حل حالة الأزمة. سيدي الفاضل، أي مبادرة، خلينا نكون عقلاء الآن، أي مبادرة سواء من الإطار أو لربما من التيار إلى الإطار ممكن، لكن من الإطار إلى التيار غير ممكن، مستحيلة. التيار الصدري اليوم يعني اختاروا بعض الشغلات اللي يفترض أنه يصير هنالك تأبين للشهداء أو حداد. زين الإطار التنسيقي ما معني بهذا الموضوع، الحكومة معنية بهذا الموضوع. يفترض الحكومة ونتيجة الحالة اللي وصلت إليها الدولة العراقية في ذلك اليوم، كل اللي سقطوا هم أبناء عراق، أبناء الدولة العراقية وأبنائنا وأخوتنا. طيب. زين سواء كانوا من القوات الأمنية سواء كانوا من الكتلة الصدرية، كلهم أخوتنا كل... وفجعنا بهم. يفترض أن يكون موقف من الحكومة العراقية، مو أن ننتظر السيد الحلبوسي بعد ما سمع خطاب سمعت السيد مقتدى الصدر وأعلن الحداد وأوصى رئيس الوزراء بأن يعلن الحداد. شنو الحكي هذا؟ هذا مو كلام صحيح. هذا هي شو ترضية خواطر؟ ما يصير هذا الموضوع. هنالك ضحايا سقطت بالعشرات، هنالك دماء نزفت في ذلك اليوم المظلم. يفترض أن حتى وإن لم يكن هنالك شهيد وقد سقط، يفترض أنه هذا الحادث هو يعتبر بحد ذاته أن نعلن عن الحداد وإن لم يكلفنا أي شهيد، لكن كلفنا شهداء كثر وكلفنا جرحى كثر. فالقضية ما أعرف إدارة الدولة وكيفية إدارة الدولة وإدارة الأزمات وكيفية إدارة الأزمات في هذا الظرف الحالك ورئيس الوزراء
يخرج على الفضائيات ويقول انني ان تكرر الموضوع سوف اخلي الموضوع. شو نحجة يا عم انت وين سوليف؟ انت صاحي؟ ما اعرف يعني الرجل هاي اللي نايم قاعد انت وين؟ ما يصير هذا الكلام. وان ما يصير. عندنا مسالك دستورية دكتور وائل نحتكم لها نرجع لها حتى تكون هي المنطلق الرئيسي لحوارات جديدة إذا كان التيار والإطار متفقين ضمنا حول إعادة الانتخابات، ولكن الاختلاف حول شكل هذه الإعادة، هل ستكون بقانون جديد، بمفوضية جديدة، بآليات جديدة، أم أنه لا زال الشد والجذب هو سيد الموقف وبالتالي الدستور يقف صامتا حيال هكذا أزمات؟ فيما يتعلق بالحل الدستوري في حال ما إذا كان هناك اتفاق سياسي، طبعا الاتفاق السياسي ينبغي أن يتم مهما كانت أبعاده، مهما كانت سيناريوهاته، ينبغي أن يتم على أساس وضع السكة على وضع القطار عفوا على السكة، أي أن نذهب إلى تطبيق أحكام الدستور فيما يتعلق بانتخاب رئيس جمهورية واختيار حكومة جديدة. بعد ذلك إذا كنا قد اتفقنا على أن تكون هذه الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة، أي أن الغرض منها إعداد لعملية انتخابات جديدة، فلا بأس بذلك. الدستور لا يمنع مثل هكذا مسألة، على اعتبار أن الحل سيأتي لاحقا عن طريق مجلس النواب بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وثم يتم التصويت عليه. هذا من جانب. الجانب الأساسي والمهم لضرورة تطبيق أحكام الدستور فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة هي مسألة الذهاب إلى الانتخابات المبكرة فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الانتخابات. نحن نعلم أن قانون الانتخابات قد طعن بعدم دستورية بعض مواده، وذهبت المحكمة إلى إلغاء فقرتين خاصة بانتخابات المكونات، ألغت فقرة خاصة بكوتل شبك وكوتل أيزيدين، وبالتالي أصبحنا أمام فراغ تشريعي فيما يتعلق بإشغال مقاعد الكوتة في هذه المسألة. هذا من جانب. من جانب آخر، المحكمة الاتحادية العليا ذهبت سابقا إلى عدم جواز اعتماد مجلس النواب على العد الإلكتروني فقط والذهاب إلى العد اليدوي، أي أن مجلس النواب عليه أن يعدل القانون بما يضمن وجود عد يدوي للصناديق إضافة إلى العد الإلكتروني أو بصورة منفردة وفقا للخيار الذي سيختاره، وبالتالي هذه مسألة جوهرية لا يمكن لنا الوصول إليها دون أن ينعقد المجلس. إضافة إلى ذلك، ينبغي علينا إقرار موازنة مالية حتى يتم للمفوضية، سواء كان المفوضية الحالية أو المفوضية القادمة في حال تغييرها، ما يتعلق بالصرف على النفقات الخاصة بإجراء عملية انتخابات، بالإضافة إلى أن عملية اختيار المفوضين ذاتهم ينبغي أن تمر عن طريق مجلس النواب. هذه الأمور كلها تقتضي السير وفقا للسياق الدستوري اللي هو يقتضي انتخاب الرئيس ومن بعد ذلك اختيار حكومة جديدة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل البياتي الخبير القانوني، أثريت الحوار في هذا الملف، وتفضل البقاء معي دكتور عادل هلالي كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحابي بضيفي الكريم دكتور عادل هلالي عضو تحالف الفتح، حياكم الله دكتور ضيفا كريما مجددا، وكذلك أرحب بالسيد محمود الحياني عضو تحالف الفتح ضيفا كريما في الأستوديو، انضم معي في هذا الملف. أستاذ محمود، أبدأ مع حضرتك لما نتحدث عن البيانات التي صدرت بعد بيان سيد مقتدى الصدر، كلها بيانات تشيد بهذا الدور وهذا الموقف الذي حقن دماء العراقيين، ولكن سرعان ما كانت هنالك بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لربما تشي بعكس ما ذهب إليه السيد الصدر، كيف تنظر إلى هذه المفارقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية السلام على حضرتك سيد أحمد وعلى الضيف العزيز وقناتكم وجمهوركم الكريم. حقيقة كان بيان السيد الصدر بحقن الدماء وإيقاف نار الفتنة اللي حاولت هذه المواقع أن تأججها وتكبرها يعني تصور صورة عكس الموجود، أنه هناك حرب شيعية بدأت، وهذا طبعا ما كان يروج له في الإعلام قبل، وكانت المظاهرات سلمية لولا دخول ربما الطرف لا أحد يعرف من هو لأطلق العيارات النارية على القوات الأمنية، وكان الرد طبعا من قبل القوات الأمنية وهذا وارد. لكن اليوم إحنا جميعا نقف مع الحل السلمي والحفاظ على السلم المجتمعي، وكذلك الحفاظ على وحدة العراق ووحدة البيت الشيعي، مهمة جدا، لأنه البيت هذا لا سمح الله حدث به شرخ أو شق أو صار لا سمح الله هنالك اقتتال، إذا سقط العراق، لأنه تعرف اليوم عمود وصمام الأمان هو طبعا المرجعية الرشيدة بقيادة السيد علي السيستاني دام ظله،
هذا مهم جدا انه كانت اكو ربما دور خفي للمرجعيه وبعض القوى يعني موجوده، يمكن الجاره ايران كان لها دور في حل هذه فتيل الازمه، لان هذا كان راح يسبب حرق لكل العراق وليس فقط من كان يظن انه بمنأى عن هذه الحرب اذا صارت لا سامح الله او هذا الاقتتال اذا حصل فهو خاطئ، لان هذه النار ستشعل الجميع وستكون دول الجوار متضرره اكثر الدول من هذه الفتنه لو حصلت لا سامح الله. لكن رجاحت اقول القاده في تحالف الفتح وخاصه الحاج العامري اللي بادر ببيانه والسيد العبادي والقيادات، وطبعا الموقف الاول لسماحه السيد مقتدى الصدر اللي هو ذكر انه هذه الثوره ما دام تحولت يعني من سلميه الى سلاح فاذا هذه الثوره فشلت. كذلك اشيد بالمتظاهرين الاطاريين اللي حافظوا على سلميه تظاهراتهم ونقلوا الصوره الحلوه اللي كنا نتمناها ان تنقل ايضا من التيار الصدري لكل دول الجوار ودول العالم اللي كانت ترى في هذه التظاهرات السلميه حاله ديمقراطيه ايجابيه، نقلت صوره جميله ورائعه عن التظاهرات وابداء الراي اللي هو حق كفل الدستور طبعا لكل مواطن عراقي، وكانت المطالب مشروعه لحد استخدام السلاح طبعا. الحكومه كانت يعني لها كان مفروض انه تمنع هذا السلاح من الدخول الى المظاهرات، لان يعني واجب الحكومه اليوم حمايه المتظاهرين وحمايه القوات الامنيه وحمايه كل ابناء الشعب العراقي من هذه المظاهر المسلحه اللي ظهرت ايا كانت. اليوم من يحاول يروج انه هنالك اقتتال حصل بين السرايا والحشد الشعبي، الحشد الشعبي كان مشغول بعمليات وكانت البيانات واضحه بعمليات نينوى اللي انسحاب بعض الفصائل من سامراء وصلاح الدين ونينوى. كلمة السيد الصدر نصت صراحة على موقف الحشد الشعبي وسلامة موقفه. ذكر سماحة السيد قال أنا موقف الحشد الشعبي، لكن اليوم بعض المواقع وبعض القنوات المضللة تحاول أن تشعل الفتنة بين السرايا. حتى الشخصيات أستاذ محمود يعني إشعال الفتنة، خلينا أنتقل للدكتور عائد، يعني إشعال الفتنة على سبيل المثال نأخذ عينات شخصية فنية بحجم الفنان ناصر القصبي الذي لا طالما عالج في مواقفه الدرامية حربنا مع داعش وغيرها، لما يخاطب مغردا السيد الصدر ويعتب عليه ليش أنه تم القبول وتقديم وقف الاقتتال الشيعي الشيعي، شخصية دينية منعت من قبل الوقف السني لاعتلاء المنبر، وفي حديث متلفز يقول ما هقيت بك يا سيد مقتدى انه توقف هذا الموضوع الى ان تنهي. طيب يعني وهاي النماذج من الشحن الطائفي سواء الدوليه او الداخليه. طيب هنا يعني هذا الشحن او الحرب الاعلاميه والقوى الناعمه وين راح توصلنا؟ لربما المتخصصين يشيرون الى انه القوى الناعمه ضررها ووقعها اقوى حتى من استخدام السلاح. مره اخرى تحياتي لك. حياكم استاذ احمد طيب الكريم استاذ محمود اخوانا وزميلنا ان شاء الله صح. حياكم الله. حقيقه اذا اردنا ان نتحدث عن الشحن الطائفي من غير الممكن ان نختزل الموضوع بشخصيه او شخصيتين من هذه الجهه او من تلك، لا يا سيدي الكريم، هناك كانت ماكينه اعلاميه ضخمه لدول نرتبط معها بمصالح كبرى. طيب كانت تساهم بشكل كبير جدا وتؤجج ليل نهار، وكانت هناك قنوات فضائيه عراقيه محسوبة على الداخل العراقي ومحسوبة على العراقيين، وكانت تدفع بشكل غريب عجيب لحالة الاقتتال الشيعي الشيعي. هذا الموضوع. طيب الدولة العراقية وين؟ وزارة الثقافة الإعلام وين؟ وزارة الاتصالات وين؟ شبكة الإعلام وين؟ هذا اللي يمكن أن نتحدث به الآن. يفترض أن يكون هنالك دور لهذه المؤسسات. وزارة الخارجية تروح تخاطب، يعني أمور بسيطة جدا. أنا أعتقد أنه في يوم من الأيام قرأت قضية بسيطة، ألا وهي أنه هنالك شاب أمريكي كان في إندونيسيا، العفو في سنغافورة، زين، وقام برش بعض السيارات بالسبراي، حكم 3 سنوات وغرم 2400 دولار في وقته. تدخل الرئيس الأمريكي كلينتون في وقته، كلينتون تدخل في هذا الموضوع لحماية شاب أمريكي متهور. اليوم أني ما أتدخل لحماية شعبي وناسي، شنو الحكومة هذه اللي جاي تحكم؟ أي حكومة؟ عن أي مؤسسات نتحدث؟ شلون نريد ندخل بعملية شراكة
مستقبلية، وانت تقول لي لا تحكي باسم المكون، شلون تقول هالمكون وحق المكون والأغلبية من المكون. زين انا مستلم منك رسالة ايجابية، كل رسالك فيك عبارة عن شحن طائفي، كل رسالك قادمون جايكم بالذبح كذا كذا، شلون تريدنا أأمن لك؟ شلون تريدنا ان اطمئن لك؟ شلون تريدنا ان انسجم وياك؟ يا اخوان هذه خطابات مخيفة، هذه خطابات يعني انا اشوف من وجهة نظري القاصرة. زين انا اقول انه نذهب الى قضيه الكونفدراليه وكل اقليم يقعد بمكانه وخلاص، او نصير كانتونات صغيره وكل كل اقليم يستقل بذاته ونخلص من هالمشكله الكبيره. اليوم هنالك مشاكل ضخمه جدا، العالم ينظر للعراق اليوم، ينظر للعراق على اعتبار انه العراق يقع في منطقه استراتيجيه، يفترض ان يتحول العراق الى قناه لربط الشرق بالغرب تجاريا، يفترض أن يتحول العراق إلى واحة للاستقطاب والاستثمار العالمي، يفترض العراق اليوم هو لاعب كبير جدا في سوق الطاقة العالمي، اليوم لديه أكثر من 4 مليون برميل وأزمة طاقة بالعالم، وأوروبا على قبال فصل الصيف الشتاء عفوا، وتحتاج للطاقة وهنالك أزمة طاقة، يعني يفترض أن هاي كلها نوظفها لصالح بلدنا، مو أن نذهب يعني إذا أكو جهة معينة تحاول أن لا تجعل العراق مستقرا، لا تريد للعراق ان يكون مستقر لانها تتضرر بشكل واقع. يعني حتى الدماء يعني لم يعني المستباحه في المنطقه الخضراء وغيرها. استاذ محمود نتحدث عن التشيع اللي حدث اليوم، هيئه الحشد الشعبي شيعت شهدائها، سرايا السلام شيعت شهدائها، اقامه مراسم العزاء، القوات الامنيه ايضا، الناس المدنيين الذين راحوا ضحيه هذه الليلة الدامية آمنين ساكنين في مساكنهم وإن كانت داخل المنطقة الخضراء، غير الرعب المتولد، غير 700 جريح، وبالتالي نجد بأنه هذه المسارات لا أحد يلتفت إليها، ونذهب إلى مسارات لصناعة صراع جديد. كيف تنظر إلى هذه الجدلية؟ يعني أولا نعزي عوائل الشهداء والرحمة والخلود لهم، يعني إن شاء الله الله يقبلهم عند الشهداء، لأنه اليوم إحنا في وضع يعني لا يعني يحمل عقباه حقيقة، وشفاء العاجل للجرحى الأبرياء اللي ما ساهموا بإطلاق النار وكان لهم دور في شعل هذه الفتنة. اليوم الوضع أعتقد سيصبح أكثر تعقيدا في ظل هذا الواقع اللي حصل، بسبب ضعف يعني الأداء الحكومي حقيقة وسيطرته على التظاهرات. وقلت لك اليوم المظاهرات كانت في سميتها رائعة، لكن لما تحولت إلى مظاهر مسلحة هذا كان خطر جدا. ويعني حقيقة يعني أنا لما شفت في التلفاز أنه حرقة الخيم مال التظاهرات، كان نفس السيناريو اللي حصل في الاعتصام اللي حصل في محافظة الأنبار في وقتها، لما أشعلوا الخيم ودخلت داعش، كان هذا يعني هي نار الفتنة كانت حقيقة. ما أريد أقول أنه داعش دخلت وهذا، لكنه اليوم هنالك مجاميع يعني حاولت أنه تسوق هذا الموضوع وتسوقه إلها، حتى تعرفون يعني الحشد كان في عملية استباقية، لأنه توقعنا أنه راح يظهرون من ديش المناطق مجددا لخلخلة أي خلل أمني، أي خلاف سياسي يؤدي إلى ضعف أمني، يؤدي إلى خلخلة الوضع ربما تظهر هذه المجاميع، وهذا مو موضوع طائفي لكن هذه حقيقة. هنالك من حاول أن يؤجج في المستقبل بعد الاقتتال الشيعي أنه يحدث اقتتال طائفي، اقتتال عربي كردي، هذه كلها سيناريوهات معدة من دول ما تخدمها مصلحة أنه الشعب العراقي يستقر والعراقي يستقر ويكون إلا دور فاعل، وخاصة مثل ما تفضل الضيف العزيز وقال أنه يصير ممر للقارات وللشرق والغرب، وتعرف هو قبل كان العراق هو ممر الشرق والغرب، لكن بسبب الحروب اللي خاضها النظام السابق والمشاكل اللي حصلت أدى إلى ابتعاد الدول عن هذه المنطقة والتحول إلى دول أخرى. اليوم الموضوع أصبح موضوع ليس فقط يعني أنه خلاف بين التيار الصدري وجزء من الإطار اللي هو ويا يعني دولة القانون، لا، أصبح الموضوع موضوع أكبر من ذلك، أصبح أنه هنالك من يحاول يعني يصب الزيت على النار لإشعال الفتنة. كان خلاف سياسي في البداية وكانت المطالب يعني حقيقية وما بيها شيء، كنا يدنا هاي المطالب بالإصلاحات، وكان جمهور الإطار أيضا يطالب بالإصلاحات ومحاربة الفساد، تغيير قانون الانتخابات، انتخابات مبكرة، تغيير البرلمان، ما عندنا مشكلة بهذه المطالب، لكن آلية تطبيقها كيفية هي
كان خلاف سياسي وقانوني، لكن لما يتحول الى خلاف مسلح يعني مثل اللي حصل، ونتامل انه ما ينعاد هذا الشيء، نتامل انه من سماحه السيد مقتدى الصدر والقيادات الموجوده انه يمنعون يوضعون حد، لانه اليوم السرايا والحشد قاتلوا جنبا الى جنب لحمايه المقدسات وحمايه الارض والعرض، واعطوا دماء طاهره يعني روت هذه الارض، الارض العراق المباركه بدمائهم، حرروا العراق. اليوم انا جيت قاتلت عن محافظات، نعم احنا كنا عراقيين، مردش مو موضوع طائفي، لكن هي مو شيعية سنية، قاتلت عنهم، اجي اتقاتل بالاخير اني واخويا اللي قاتلنا بخندق واحد على حرب يعني حرب عقائدية، حرب دينية حقيقية، دافعت عن العقيدة وعن الدين وعن المقدسات، اجي اتقاتل اني بالاخير اني واخويا على مناصب، لا الدم العراقي اغلى من رئاسة البرلمان، واغلى من رئاسة الجمهورية، واغلى من رئاسة الوزراء، واغلى من الوزارات، واغلى من النواب، واغلى من كراسي النواب. النواب وينهم اليوم؟ نواب الشعب العراقي، انتوا انتخبكم الشعب العراقي، وين دوركم بهذه الازمه؟ ليش ما تطلعون؟ المفروض كان انتم بساحات التظاهر مع المتظاهرين تهدون هاي وتهدون هاي وتذهبون لهم لتحقيق مطالبهم. ماكو اي دور للبرلمان العراقي، اي دور ما إلى في هذه الازمه، ولا دور للحكومه كان حمايه المتظاهرين وبعدين تخليهم يتقاتلون بالسلاح. وين الحماية؟ وين الوقت؟ يعني الموقف مؤلم، لا أستطيع التعبير. الموقف مؤلم والوقت يعني حرج جدا دكتور عائد. يعني قبل قليل صدر بيان عن هيئة الحشد الشعبي بعد أن تم إتمام مراسم دفن الشهداء، وهنالك أيضا إشارة إلى وعي القيادة الصدرية حسب تعبيرهم وباقي القيادات العراقية في وئد هذه الفتنة وإيقاف نزيف الدم. وبالتالي هنالك أيضا دعوة ضمن هذا البيان بأن نترك الخلافات السياسية جانبا ونمضي إلى إنجاح الزيارة الأربعينية. تعرف حضرتك سامراء وكيف الخواصر الرقوة فيها وأدى مع التخلخل وغيرها من هذه المناطق، تأمين طريق الزائرين، فهذه دعوة أيضا من هيئة الحشد الشعبي بأن ننجح هذه الزيارة الأربعينية، ومن ثم لكل حادث حديث وخلافاتنا إلها وقت الحد. حقيقة الزيارة الأربعينية محروسة من الله تبارك وتعالى. يعني احنا شفنا أن الزيارة الأربعينية مارسنا شعارها وطقوسها في أحلك الظروف، عندما كانت كثير من الضحايا نطينا كثير من الضحايا، يعني أيام اللطيفية والصواريخ والهاونات اللي كانت تسقط على الزائرين، والزائرين لم يهتموا لهذا الموضوع. لكن اليوم وبعد أن استقر الوضع الدولة، وبعد أن تحسنت الأمور، وبعد أن تحقق أمر آخر وهو مهم جدا، أن هنالك ضيوف من كل دول العالم اليوم يريدون خلي يطلعون التجربة العراقية، خلينا نأطر الزيارة الأربعينية بإطار جميل جدا بما تمتلكه، بكل ما تمتلكه، خلينا نأطره بالأمن، بالاستقرار، بالرخاء، خلي يشوفون فت صورة، لأن إحنا العراقيين محتاجين أن نصدر صورة للخارج. اليوم صورتنا لا زالت ضبابية في كل دول العالم، فمحتاجين أن نبعث برسالة أو بصور أكثر إشراقاً، يجي السائح ويزور العراق ويزور العتبات المقدسة ويتحرك ما بين النجف وكربلاء وبغداد وسامراء، ولا ربما يذهب إلى الآثار وأمور كثيرة جداً. لماذا لا نعمل على استثمار هذه المناسبة العظيمة جدا حتى نبني بها بلدنا، حتى نسوق بلدنا، حتى نحافظ على وحدتنا وتماسكنا؟ ليش اليوم وصل الموضوع إلى أنه ندخل إحنا بعضنا مع بعض كأخوة وكشركاء دم، كما تحدث سعد محمود، قاتلنا أيام المعارضة وقاتلنا الطاغية وقاتلنا داعش ووقفنا، وإلى الآن نحن نقف كتف على كتف لمجابهة داعش في كثير من الجبهات. اليوم هل من المعقول ونحن نمتلك هذا الوعي الكبير جدا أن نسمح للآخرين بأن يمررون مخططاتهم من خلالنا ونتقاتل؟ هذا الموضوع مو صحيح، هذا الموضوع يحتاج إلى 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 جلسة مع الذات، واحد يحاسب ضميره، مو يكيف والله منزل تغريدة ويتحدث وهذا الشد وهذا، لا هذا عيب، هذه مو شجاعة. أنت اليوم إذا كنت قادر على أن تقوم بإيذاء شخص في الدنيا، فهنالك من يحاسب في الآخرة، ولربما تحاسب عليها في الدنيا أيضا. يجوز هذا الموضوع يفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار، كنا أخوة وكنا من راح يتحدث يقول والله تبعية والله ذيول، زي ما أنا أخوك وياك بالبيت نفسي، أنت صدري وأنا كان يكون من الفتح، عجيب. يعني معقول أنت شك بي أنا مثل يعني منشئي من غير منشئ أو امتداد؟
ما تجوز هذا الموضوع. لا لا، احنا اليوم علينا الا نسمح للاخرين بان يسوقون هذه الافكار واحنا مكيفين نسوقها. اي هذا كذا وذولا كذا. لا، الصدريين محترمين والاطاريين محترمين والحشد محترم والمقاومه محترمه والكل محترم. طيب زين، هو منو كان مقاوما؟ انا اليوم اريد نتحدث عن المقاومه. هو من اول من قاوم الاحتلال؟ غير التيار صدر الجيش المهدي، غير هكذا طلعت من الجيش المهدي. عجيبه يعني، انا ما اعرف هاي الجدليه شنو. طيب استاذ محمود، في دقيقه لا تسمح لي، انه يعني الدعوه الى ترك الخلافات السياسيه والذهاب الى تامين الزياره الاربعينيه صدرت من هيئة الحشد الشعبي، وكانت قبلها أيضا دعوة من السيد العامري بالدخول بالصمت الإعلامي والسياسي والتوجه إلى تأدية مراسم الزيارة. كيف تنظر إلى توجيه الأنظار حول أهمية هذه الزيارة؟ هذا التوجه صحيح 100%، يعني أنه اليوم إحنا هنالك أخطار ربما تحدق بالزائرين. نرجع على المربع الأول، هذا ما نريد يصير إن شاء الله ولا يحدث. وحكمة ورجاحة عقل السيد مقتدى الصدر والسيد العامري اللي هم كان لهم دور، لكن الدور الأكبر كان لله أولا ولرسوله وأهل بيته في وقت نار هذه الفتنة، وتحرك ربما خفي كان للمرجعية وصمام أمان العراق اللي هو السيد علي السيستاني. أعتقد كان هناك تدخل ربما من المرجعية، وكذلك مرجعية السيد الخامنئي أيضا كان لها دور، وكذلك يعني المراجع الشيعية في بيروت وغيرها تدخلت ربما بطريقة غير مباشرة حتى يسمعها الجمهور لوقت نار هذه الفتنة. لأنه اليوم الاقتتال الشيعي الشيعي نهاية يعني مقدسات أهل البيت سلام الله عليهم. هنالك يعني نار تشتعل لإنهاء هذا المكون، لأنه أصبح إلى يعني دور، وخاصة بعد حرب الإرهاب مع داعش ونجاحه في الانتصارات اللي حققها على داعش الإرهابي اللي جاء داعش الإرهابي. أيضا ضرورية، يعني ما ممكن أنه يعني فشلنا في الملف السياسي مو معناه نفشل بالملف الأمني. أحسنت، جاء داعش ليس لقتال العراق الشعب فقط، جاء لتخريب وتحطيم المقدسات مراقد أهل البيت سلام الله عليهم في العراق وفي سوريا وفي حتى في كل مكان، في كل مكان. نعم. هدفهم أنه ينهون هذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل بيته بالمرصاد لمن يحاول إشعال الفتنة بين الأخوة فيما بينهم. وهذه الفتنة إن شاء الله لن تحدث، وإذا حثت لا سامح الله فأقرأ على العراق إن شاء الله. يعني هذه أيضا على المنطقة كلها، أرواح الزائرين سواء المحليين أو الوافدين يعني أيضا غالية وثمينة، وتأمين هذه الأرواح أرواح البشر أغلى من أي شيء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إراقة هدم الكعبة وهدم الحجر الأسود أهون عند الله من إراقة دم مسلم. نعم. الإراقة هي خدش بسيط وليس قتل. أحسنت، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود الحياني عضو تحالف الفتح، وشكرا كثير لحضرتك الأستاذ الدكتور عادل هلالي عضو تحالف الفتح، أثريت الحوار في الملفين، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.